صلواتنا وسلامنا وحنيننا يا رسول الله جئناك بالحب. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولسه مكملين مع أهل الخير ومكملين مع الفرحة الكبيرة. كل أهل الخير بيدخلوها على قلوبنا وقلوب الناس اللي محتاجة فعلا. النهارده 27 وخلاص احنا في اواخر رمضان والعشره الاواخر، ولسه في بيبان خير كتير قوي مفتوحه، وبيبان كتير مستنياك، وبيبان كتير فيها ناس عايزه يتجبر بخاطرها، عايزه تفرح بالعيد، عايزه تحس ان العيد جه عليها وهم نايمين وابنهم شبعان وبنتهم لابسه حاجه جديده. حتى لو مش هيخرجوا بره البيت، كفايه الفرحه اللي انت بتدخلها على قلوبهم. ناس كتيرة بدل ما تمشي في بلاد واحنا في وقت عيد فرحة مسلمين وتمشي بلاد وحاطة المية على ظهرها، لا ده انت بتوفر لها المية، بق المية لغاية عندها نضيف، تقدر اللي هي ترتوي بيه وتدعي لك. عايزة اقول لكم ان الدعوة دي بتفضل معاك في الدنيا لغاية لما تموت، وفي الاخرة بتفضل معاك عند ربنا عز وجل. فالنهاردة هنكلمكم مع اهل الخير عن العشر الاواخر وزكاة الفطر وزكاة المال وإيه الفرق بينهم وإزاي نتصدق على الناس ونفرحهم، مع شيخنا الجليل الشيخ الدكتور محمد العربي عضو مجلس إدارة جمعية البر والتقوى المصرية المركزية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي مشرفنا ومنورنا دايما. أسعدك الله وأسعد المشاهدين والمشاهدات. ربنا يعزك. في خلط كبير جدا ما بين زكاة المال وزكاة الفطر. نعم. الناس من رمضان لرمضان بتطلع زكاة المال، وحضرتك قلت لنا المرة اللي فاتت إيه هي زكاة المال. نعم. لكن بيقولوا ما هي زكاة المال زكاة الفطر، فعايزين حضرتك تقول لهم ايه الفرق بين. نعم. الحمد لله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، واصلي واسلم على سيدي وحبيب قلبي سيدي محمد بن عبد الله عليه وعلى من وله افضل الصلاة وازكى التسليم. يعني اهنئ حضرتك على المقدمة الجميلة، وفيها ايضا يعني كثير من الالم لفراق رمضان، يعني نوشك أن نفارق رمضان أو يفارقنا رمضان. وهذه الأيام أيام عظيمة لا يعرف قدرها إلا من وفق إليها. صحيح. اصطفانا الله وبلغنا هذه الليالي والأيام، ولكن قلة منا هم الذين يعرفون قيمة وفضل رمضان. زكاة المال وزكاة الفطر، يعني زكاة الفطر تجب على كل مسلم بالغ عاقل يملك قوت يومه، والبعض الفقهاء قال أو يملك نصف قوت يومه. هذا بالنسبة لزكاة الفطر. وزكاة الفطر تجبر أي تكمل ما حدث من نقص في الصيام. كل ما حدث من نقص في الصيام تجبره زكاة الفطر، تكمله زكاة الفطر. كل إنسان فينا لا بد يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر. طبعا حددتها هيئة الإفتاء دار الإفتاء المصرية بأنها 15 جنيه، وطبعا السجال اللي بيحصل كل سنة حبوب ولا فلوس. ما عليه مذهب الأحناف، وأيضا ما قالت به دار الإفتاء المصرية المؤسسة الإفتائية الكبرى على مستوى العالم الإسلامي والعالم العربي، أنه من الأفضل أن تخرج مالا. لماذا المال؟ لأنني عندما أعطي الفقير والمحتاج حبوب يضطر إلى بيعها بأبخس الأثمان، وهذا يعني فيه ظلم له وظلم لنفسه أيضا. من الأفضل أن نخرجها مالا. وهناك يعني أحد الفقهاء الأحناف ألف كتابا واسمه تحقيق الآمال في جواز إخراج زكاة الفطر بالمال، واستند إلى أكثر من 30 رأيا في جواز إخراج زكاة الفطر مالا. أيضا زكاة المال قلنا أنها تجب على المال الذي بلغ النصاب، النصاب ما قيمته 85 جرام ذهب. طب قبل ما نروح لزكاة المال، في ناس بتقول النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخرج زكاة الفطر صاع من التمر أو الشعير، وحضرتك قلت اللي فيه رأي بيقول اللي احنا دلوقتي المال عشان ده اللي بيكون أحسن للمحتاج. طيب دلوقتي يقول لك طب أنا لو أنا تصدقت عليه أتصدق على نفسي ولا على أولادي ولا على حد مات؟ يعني زكاة يعني أطلع لمين يعني؟ لا، هو يخرج رب البيت الأب في البيت
على له ولأبنائه ولزوجته. الزوج أيضا كل من يملك النفقة يجب عليها أن يخرج زكاة الفطر، حتى لو ست، حتى لو سيدة تجب عليها النفقة على أولادها تخرج زكاة الفطر. يعني سيدة ليس لها عائل وهي التي تنفق على أولادها، هي التي تخرج زكاة الفطر عن أولادها. لذلك يعني زكاة الفطر تجب على من تجب عليه النفقة، أما زكاة المال تجب ممن يملك المال. يعني أنا لا يعقل بحال من الأحوال أن أخرج زكاة على مال لا أمتلكه. يعني حضرتك تمتلكين مالا وبلغ هذا المال النصاب، لا يعقل بحال من الأحوال أن أخرج أنا المال الذي بلغ النصاب وهو في ملكية وفي حيازة حضرتك. فزكاة المال تجب على المال أو في المال الذي بلغ النصاب 85 جرام من الذهب وحال عليه الحول، يبقى إذن سنة هجرية وليس ميلادية، سنة قمرية وليس ميلادية، لأن الحول يرتبط بالأمور الشرعية. صحيح. أيضا يعني قلنا أن زكاة المال توزع على الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله وحددهم، إنما الصدقات نعم للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي رقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، يبقى الأصناف الثمانية. لكن زكاة الفطر توزع على الفقير وعلى المسكين. الفقير والمسكين يخرجان من زكاة الفطر وتعطى لهم أيضا زكاة الفطر توسعة عليه. يعني المسكين والفقير بيطلع يخرج نعم كل من يملك قوت يومه أو نصف قوت يومه يخرج زكاة الفطر. طب لو هو حد فقير وما عندوش غير شوية أكل وفلوس قليلة قوي، ممكن يطلع من الأكل اللي عنده في البيت؟ إذا لم يكن لديه مال، ما عندوش مال يبقى يخرج من هو عنده اللي يكفي أساسيات الحياة بس. يعني ما احنا قلنا هو من يملك قوت يومه، من يملك نصف قوت يومه تجب عليه زكاة الفطر، من لا يملك قوت يومه لا تجب عليه زكاة الفطر. يعني أنا شايفة كده اللي ده مرتبط بالسعادة قوي، يعني اللي أنا حتى لو حالي على قدي بسيط أنا بسعد غيري والسعادة بترجع لي تاني. نعم. من الغني ربنا بيسعده لأنه امتثل، لأن الزكاة جوهرها ومفهومها امتثال. يعني احنا لما بنتوسع في مفهوم الزكاة ونقول يعني الزكاة وإسعاد وجبر خاطر وقضاء حاجة ورفع معنويات وشحذ همم، ده مفهوم الزكاة. الله لا يريد يعني أن يلجئنا إلى يعني إلى أن نسأل أو يلجئنا إلى المذلة في السؤال، ولكنه يريد أن يوسع علينا من باب آخر. يعني يخرج يعني قد أرى فقيرا عفيف النفس يخرج هو زكاة الفطرة وأعطيه أكثر مما أخرج، ويقذف الله محبته في قلوب الأغنياء ليبذلوا له من مالهم، وفي هذا إسعاد له وفي هذا جبر خاطر له أيضا. دائرة الخير يعني. نعم. سبحان الله. نعم. طيب أنا دلوقتي عاوز أطلع زكاة المال أو زكاة الفطر، بس أنا طلعت زكاة للناس اللي حواليا وخلاص، ممكن أن أنا أساعد عن طريق جمعية البر والتقوى اللي أنا أطعم طعام أو أحفر بيه مية؟ نعم. أو حتى أعمل سقف بيت يسترهم. نعم. في العيد. يعني جمعية البر والتقوى هي واسطة الخير بين الفقير المحتاج وبين الغني الذي لديه الأموال وفضول الأموال. ليه فضول الأموال؟ لأن ربنا لما قال لنا على الإنفاق، لما تكلم عن الإنفاق يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يبقى الزائد عن الحاجة أنا أخرج منه، أخرج منه الصدقة. وفي المال الأساسي فيه زكاة مال، فجمعية البر والتقوى بتتوسط ما بين الفقير وبين الغني. ومثلث الخير اللي احنا دايما بنتكلم عليه اللي هو بداية من آبار المياه، سقي المياه. سقي المياه حقيقة من أعظم المشروعات على الإطلاق. صحيح. يعني أنا لما حد بيسألني عن الصدقة الجارية أفضل عمل، العمل اللي هو الدائم، وغالبا أي واحد بيتصدق بيسأل على العمل ده هيدوم كم سنة، هيدوم شهر ولا اثنين ولا خمس سنين ولا عشر سنين ولا إلى أن يشاء الله. فبالتالي نوصي أي متصدق وأي سائل بنقول له عليك بسقي المياه، لأن سقي المياه أعظم عمل وأعظم ثواب، وده هدي نبوي. يعني لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصدقات قال سقي الماء، سقي الماء زينة الجنة، سقي الماء زينة الدنيا، سقي الماء شفاء للأمراض، سقي الماء دافع للهموم والغموم والأحزان، سقي الماء أصل الخلق وأصل الخليقة. نعم، ومغفرة للذنوب. سقي الماء لك به ثواب عندما يشرب إنسان، لما إنسان بيشرب أو حيوان أو نبات، لأن عظم الإسلام أنه يوسع من الثواب ومن الأجر لكل إنسان حتى لو كانت النية. يعني تخيل حضرتك
لو أن النية صادقة ولم يفعل الإنسان هذا العمل فله ثوابه. حتى يعني سيدنا موسى عليه السلام لما سأل رب العالمين كما جاء في الألواح: يا رب إني أجد في الألواح أمة إذا هم الواحد منهم بحسنة فلم يفعلها كتبت له حسنة. يبقى النية الخالصة وإذا هم بها ففعلها كتبت له عشرة فاجعلها أمتي قال تلك أمة أحمد. يبقى دي خصوصية لهذه الأمة، النية صادقة، أنا هعمل العمل، أنا نويت أن أنا أعمل العمل ده ولم أوفق إليه فلي به حسنة. أيضا يعني ربنا سبحانه وتعالى يعظم العمل القليل طالما أن النية خالصة، يعني رب عمل قليل تعظمه النية ورب عمل كثير تقلله النية. اللي بيتباهى، اللي بيتكبر على الناس، اللي بيتعالى على الناس، اللي بيمتن على الناس، اللي بيؤذي الناس، اللي بيوزعوا صدقات ويوزعوا يعني ما نراه من يعني أوجه الخير في ظاهرها لكن بيسب الناس وبيشتم الناس وبيؤذي الناس وأيضا يلهب مشاعر الناس، فهذا يعني لا يقبل هذا العمل زي ما احنا بنشوف. ولذلك يعني هذه جمعية البر والتقوى فيما يتعلق بالأعمال كلها ان احنا ما بنحاولش نطلع معانا المتصدق عليه، ما بيجيش معانا في الصورة. ليه؟ حفاظا عليه وحفاظا على كرامته. صحيح. وتعليم ايضا، لما انا اخرج صدقة يعني اهتدي بهذا الهدي النبوي، ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ده بالنسبه للضلع الاول من اضلاع مثلث في ظل ربنا تحت عرشه، في ظل الله يوم لا ظل الا ظله سبحانه وتعالى. الضلع الثاني تسقيف البيوت، زي ما احنا قلنا البيت امن وامان. صحيح. البيت ستر، يعني تخيل الماساه لما واحد يجي يقول له انت مش هتبات في بيتك النهارده. صحيح. انت واولادك هتباتوا في الشارع. ده ذل ومهانه ومذله وضيم كل ما تتخيلي من معاني الماساه. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه في الموضوع ده، احنا بقينا مهون على بعض قوي. دكتور محمد انا بشوف ناس كتير حتى في الطريق بيبقوا نايمين على الطريق ومحدش بيفكر اللي هو يعني زي ما حضرتك قلت الستر، اللي انا مش نايم في بيتي بس لو انا بره بيتي هحس ان انا قلقان، ما بالنا اللي فيه حد قاعد على الطريق عشان بيته اتهد ولا اتطرد بره بيته. فاحنا بقى يهون علينا قوي الناس، فدي احنا بقينا نهون على بعض كده. ليه ما نقولش للناس قد ايه عظمه ان انا اسطر مسلم، وازاي ان انا ادخل على قلبه السعاده اللي عنده بيت وفي ميه وفي اكل وفي شرب امن في بيته. هو موضوع البيت والبيتوته والامن والامان دي نعمه لا تعدلها نعمه. صحيح. يعني حتى الحديث: من بات امنا في سربه في البيت بتاعه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. هو القسوة بتزداد يوم بعد يوم نظرا لتغلب وغلبة الحياة المادية على الإنسان. لكن يعني إحنا بنقول إنه الصدقة اللي بتعملها لما يعني بتساعد في تسقيف بيت أسرة، تساعد في تأسيس بيت لأسرة، تساعد في بناء بيت لأسرة، يعني ثوابه عظيم عند المولى سبحانه وتعالى. ويعني الجمعية بمشية في الموضوع ده، في المشروع ده، لأن إحنا مسمينه حياة كريمة. ومشروع حياة كريمة يعني آدمية، يعني إنسانية، يعني تليق بك أيها الإنسان، لأن ربنا سبحانه وتعالى اختارك واصطفاك وكرمك من فوق سبع سماوات وقال فيك ولقد كرمنا بني آدم. فإحنا بنتعاطى مع كل هذه المعطيات، المعطيات القرآنية والمعطيات النبوية أيضا. يبقى إذن تسقيف البيوت، تسقيف البيوت صاحب البيت بيشتغل كمان في البيت، بياخد مقابل، ياخد أجر، وبيعمل البيت بتاعه على افضل ما يكون. دي بقى من احلى الحاجات في جمعيه البر والتقوى، بتعمل يعني حضرتك كنت بتقولي قبل الهوا وقلت لي المره اللي فاتت واحنا نسينا نذكرها، لما بتروحوا تعملوا حاجه في مكان بتاخدوا اهل البلد اللي مش شغالين والراجل اللي بتعملوا سقف بيته وتشغلوهم علشان الخير يعم على الناس كلها، يعني مش بس ان انا بعمل له حاجه، لا ده انا بخليه يشتغل وياخد اجر ايديه. نعم. وهيشتغل طبعا احسن شغل هو بيشتغل في بيته. في بيته. يبقى اذا احنا بنحاول نقلل من البطاله في القريه اللي احنا بننزلها او المحافظه اللي احنا بننزل فيها. صحيح. ثانيا صاحب البيت الراجل البسيط الفقير ده بيشتغل في بيته باجر وبيكون العمل على افضل ما يكون. صحيح. يبقى احنا قلنا الابار وتسخيف البيوت واطعام الطعام الضلع الثالث. انا بس برضه عايزه ناكد على الناس ان الابار دي صدقه جاريه.
يعني حضرتك لسه قايل نبات وانسان وحيوان كل الناس وبعدين النبات اللي بيطلع على مر العصور حتى انا موجوده في الدنيا او لا ما هو بياخد من نفس الميه بتاعت البير. فيعني عايزين حضرتك تاكد على نقطه الصدقه الجاريه. نعم الصدقه الجاريه في المياه على التحديد يعني اعظم ثواب، وكمان انا بزعل لما بشوف نبات حد جايب نبات في البلكون عنده ويهمله والنبات ده بيموت، انت هتسال عنه يوم القيامه. صحيح. بعض الدول يعني عملت ثقافتها حاليا انها تزرع اشجار مثمره سواء يعني امام البيوت او في الشرفات في البلكونات بتاعتها. فبالتالي يعني دي ثقافه سببها واصلها الاصيل المياه. الميه ممكن نستفيد بيها، نستفيد بيها من عده نواحي، نستفيد بيها في ابقاء على حياه الانسان، نستفيد بها في ابقاء على حياه الحيوان، في كل ذات كبد رطبه اجر. هو الحيوان عزكم الله لما بيشرب من الميه ده ليه ثواب؟ نعم ليه ثواب، قد يعني يكون هذا العمل سبب في ادخال الجنه. واحد من التابعين وكان الف كتب كثيره لما مات راه واحد من تلامذته فبيساله يعني ايه اللي حصل؟ قال والله ما نفعني شيء مما فعلت في الدنيا الا انني في يوم من الايام جاء طائر يبدو عليه العطش فوضعت بعض الماء في إداوتي. تخيل الإداوة الحبر كانت فاضية فحط فيها شوية مية فشرب هذا الطائر فغفر الله لي نظير سقايتي لهذا الطائر. يعني أبسط عمل، عمل بسيط جدا. ما هو إحنا بنسأل ليه ربنا سبحانه وتعالى حسن الخواتيم؟ صحيح. والحديث اللي إحنا البعض بيردده ولا يقف عنده صنائع المعروف تقي مصير على السوء. صحيح. هو ايه معنى الحديث ده؟ طب نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الموت والم الموت والنزع ده حقيقي مؤكد. صحيح. ولا ينجو احد من الموت. صحيح. طب ليه صنائع المعروف تقي مصير على السوء؟ روح الانسان ليس لها مكان معين، ما حدش الى الان قال لنا ان روح الانسان في الدماغ ولا في القلب ولا في جزء معين من الجسد. يبقى اذا لما ياتي ملك الموت ومعه الملائكه الموكلين بقبض الارواح ينزعون روح الإنسان من كل أعضاء جسده، من كل أعضاء جسده. فلذلك حاول تعمل بكل عضو من أعضاء جسدك عمل خير. عينك لا تنظر إلا إلى حلال، وأنفك وفمك لا يتحدث إلا بكل طيب، وأذنك ويداك وقدمك كل ما تستطيع من أعضائك أن تفعل أفعال خير. ليه بقى؟ علشان عندما تنزع روحك تنزع من أعضاء فعلت خيرا في دنياك، فتخرج روح العبد المؤمن كما ينزل الماء من في السقاء. يبقى في سهولة وفي في بساطة، ولا يشعر لها ألم، ولا يشعر بهذا النزع، ولا يشعر له بألم على الإطلاق. لذلك صنائع المعروف تقي مصير السوء. اعمل بيديك واسعى لزيارة المريض وتكلم كلاما طيبا ولا تتجسس على الناس، وحاول يعني أن تغض بصرك عن محارم الناس. هذه هي الأفعال التي تشفع لك عند الله يوم القيامة، وأعضاؤك تحمدك ولا تشهد عليك، لأن فيه ناس أعاذكم أعاذنا الله إياكم سوف تشهد عليهم أعضاؤهم. تخيل حضرتك المحاجة لما تشهد الأعين والألسنة والأذان والأيدي والأقدام على الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى يطبق على فم، يختم على فمه وتشهد هذه الأعضاء. فعشان كده بنقول صنائع المعروف تقي مصير على السوء، بنقول حسن الخواتيم، بنقول العمل البسيط، بنقول النية الصادقة، بنقول الإخلاص في هذا العمل. يعني إيدي اللي أنا أديت بيها حاجة هي تشهد عليا فهو احفظ الله عرش الرحمن. نعم. وبعدها لساني هيقول إن أنا ما اتكلمتش على فلان فربنا يرزقني الجنة. سبحان الله. نعم. وقدمي سعيت بها إلى مسجد ورجل قلبه معلق بالمساجد ولساني ما تحدثت به إلا بكل خير ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفارق عليه وعيني ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. يعني كل هذا يعني يجسد لنا أن احنا لا بد أن ندعو يعني بحسن الخواتيم وأن نخلص في الأعمال ولو كانت قليلة. اللهم أمين. طيب حضرتك بقى كلمتنا عن المساجد، احنا داخلين على العيد ودايما أولادنا كلهم بيفرحوا بتكبيرات العيد وبيقعدوا قبلها بيومين يفضلوا يكبروا. طبعا العيد ده هيبقى معظم المساجد يعني زي ما هي مقفوله دلوقتي، فازاي ممكن الاب يكون امام في بيته او الام تعمل فرحه عيد؟ طبعا المساجد مقفوله بس ممكن نعمل مسجد في بيتنا. نعم
هو طبعا يعني الظروف السنه دي شاقه على كل انسان. صحيح. يعني القيام في رمضان افتقدناه في المساجد، صلاه الجمعه اكثر من شهرين، صلاه العيد يعني كما اصدرت هيئه كبار العلماء في المؤسسه الازهريه انه يجوز صلاه العيد في البيت ولنا بها ثواب الجماعه. احنا طبعا تكبيرات العيد بتدخل على الانسان الفرحه المعنويه والسعاده المعنويه. طب ازاي نصلي صلاه العيد في البيت؟ ازاي رب الاسره يصلي صلاه العيد في البيت؟ صلاه العيد في البيت كما هي في المسجد بلا خطبه، بدون خطبه، مش هيبقى في خطبه، ونصليها ركعتين. في الركعه الاولى نكبر سبع تكبيرات بعد تكبيره الاحرام والفاتحه وما تيسر له. في الركعه الثانيه خمس تكبيرات بعد تكبيره الاحرام والفاتحه وما تيسر له. ثم يختم، ويعني نسأل الله أن يكتب لنا ثواب صلاة العيد في جماعة، وأن يعني تكون هذه الأيام هي آخر أيام المعاناة وآخر أيام الابتلاء التي يعاني منها العالم كله. هذا أولا. ثانيا ربنا بيكتب لنا تمام الأجر، لأن هذه الظروف استثنائية يعني كما تسمى. وهناك حديث يعني قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، تحدث عن أناس حبسهم العزر، زي احنا كده لا نصلي في جماعات حبسنا العزر، ولا نصلي العيد في المساجد ولا في الطرقات حبسنا العزر. إن في المدينة أقواما ما قطعنا واديا ولا وطئنا موطئا ولا أنفقنا نفقة إلا كانوا معنا، يعني لهم نفس الثواب. قالوا ولما يا رسول الله إلا أوصلهم للمنزلة دي؟ قال حبسهم العزر. يبقى إذا احنا بنعمل الحاجات دي مش بمزاجنا، احنا قاعدين بنصلي في بيوتنا يعني مرغمين، يعني لا باختيارنا ولا بإرادتنا. فلذلك نسأل الله لنا الثواب، وأن تكون هذه الأيام آخر أيام هذا الابتلاء والبلاء يا رب. اللهم أمين. أنا بشكرك شكرا جزيلا، وأنا حابة بس قبل ما أختم أسمع من حضرتك تكبيرة العيد تفرحنا بها كلنا يعني قبل العيد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. كل سنة وانتم طيبين. حضرتك طيب، شكرا جزيلا، أسعدتنا جدا، ربنا يعزك ويبارك فيك، شكرا جزيلا. شكر الله لكم. كان معنا الدكتور محمد العربي، عضو مجلس إدارة جمعية البر والتقوى المصرية المركزية. في آخر حلقة في رمضان وإن شاء الله أشوفكم بعد العيد، حابة أقول لكم يعني اسعدوا الدنيا كلها، العيد جاي علينا، ونفسك ربنا يقبل دعائك، نفسك يفرح قلبك بابنك، نفسك في حاجات كتيرة قوي. اعمل اللي نفسك فيه في الناس، اكبر بخاطر يتيم، اكبر بخاطر أرملة، اكبر بخاطر مسكين، اكبر بخاطر الدنيا كلها. وافتكري دايما ان انت محتاج للمولى عز وجل، فمحتاج بيدي محتاج. اشوفكم الحلقة الجاية على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا حبيبي يا ايدينا في ايدين بعض علشان نكمل المشوار. ايديكم في ايدينا هنكمل المشوار. ايديكم في ايدينا علشان نكمل المشوار. ايدينا في ايدين بعض هنكمل المشوار.